هذا هاي منطقة الأبلة يم جامع سيد علي. هذا الشارع كان كل شمالي، اجى مقاول مد كيبل مسافة 100 متر من هناك، ودارة مال الكهرباء وين الجامع سيد علي 100 متر. الا ما صارت 100 متر الشارع خربوا، الرصيف تفلش، هذا المنهوله ماكو، شغلتها ربع متر، ربع متر صار اسبوع ما حد يشوف الخياس، شوف السيام جاي يرجع عليها. هسه الشارع اندمر، محلات واقف شغلها، العالم متكسفه، الشارع ينسف من الازدحام. هذا المقرنص كله ضاع، الناس اخذته وراح، والمقاول الله يعلم وين صار. هاي هنا صيدلية الجنان، سوق الأبل، جامع سيد علي. المسافة كلها 100 متر مو 100 كيلو متر. والمقاول صار له اسبوع من قبل الانتخابات اليوم. هذا واحد وين يتوجه؟ كيف هاي الوضعية؟ شو العالم انتهى بالانتخابات؟ لا مسؤول، لا محافظ، لا بلدية. هذا مخليه بانظار المسؤولين، خلي يشوفون وضعية البصرة الكثيفة. يلا ربع متر. هذا جامع سيد علي منا. هاك شوف 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 الخياس، شوف الخياس، هذا جامع، جامع سيد علي ذا. شوف الخياس، شوف الزبالة، شوف شوف. هسه هاي بس امراض وخيسه وزباين، والعالم هاي المحلات كلها قام يطم محله، والما عاد احد يشتغل له، ظلت الكيسه قايمه بباره. قطعوا ارزاق العالم، خربوا الشارع، دمر الدنيا على كيبل 100 متر من الجامع ذيك الدائره. صح 100 متر. شوف الزباله، شوف الشارع.